سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير والف خير يا ربي. اليوم كيف ما كتلاحظوا معايا، غادي نوجد واحد الميني كيك او كيكات فرديه بمقادير جد بسيطه، وبواحد الفاكهه ديال الفصل بفاكهه الفريز او الفراوله. وجدتهم لوليداتي كديوهم معاهم المدرسه. هنا في المقادير غادي نحتاج 3 البيضات وكاس السكر سنيده، الدقيق غادي نعبره معكم من بعد، عندي كاس الا ربع ديال الزيت نباتيه، ونصف كاس ديال العصير الحامض، يمكن تعوضوه بعصير البرتقال، انا كان متوفر عندي الحامض. وهنايا كاس ديال عصير الفريز اللي طحنته بالميكسور، ما استعليت حتى شي حاجه. غادي نحتاج 2 الخمارات ومعلقه ديال نكهه الفاني، ولا يمكن ديروا في بلاصتها كيس واحد ديال سكر الفاني. بالنسبه للطريقه فهي عاديه، يعني غادي ناخذ البيض، غادي نخلطه مع السكر سنيده، غادي نضيف ليه رشه الملحه، غادي نطربه بالطراب حتى يطلع لي البيض ديالي، عاد غنضيف ليه باقي المكونات. صافي، كيف ما كيتبدل اللون ديال البيض غادي نضيف ليه الزيت، وغادي نضيف ليه النكهه ديال الفاني. غادي غير نحرك غير شويه بين ما ندمجوا هاد المكونات هادو، وغادي نضيف ليهم العصير ديال الحامض وعصير ديال الفريز، اللي غادي يضيف للكيكه واحد النكهه زوينه. صافي، من بعد غادي نضيف 2 ديال الاكياس ديال الخميره الكيماويه، والدقيق غادي نبدا نزيدو بشويه بشويه حتى نحصل على القوام اللي بغيت. هنايا تقريبا خدات لي 3 الكؤوس ديال الدقيق، يعني كيبقى على حسب الحجم ديال البيض اللي عندكم. هنايا غادي نوضعهم في المول ديال كنت خديته من بيب، هذا كنظن الثمن ديالو 50 درهم. صراحة كيجي الشكل ديالهم زوين بزاف، فيه هكا ديك اللاطة ديال الحديد، وفيها واحد المولات ديال السيليكون كيف ما كتلاحظوا معايا. صافي، غادي نوضع كمية من الخليط في كل وحدة، مني غادي نكملهم غادي ندخلهم الفران على درجة حرارة 180 حتى 190 درجة، يعني عادي غيطيبو بحال الكيكة العادية. نشعل عليهم من التحت حتى يطلعوا، عاد غنشعل عليهم من الفوق.
الكيكات ديالي بعد ما جبتهم الفران كيجيو على هذا الشكل هذا، كاين شي وحدين تحمروا ليا شي شويه، المهم كيجيو على هذا الشكل هذا. هنايا ما غاديش نخليهم بحال هكا، غادي نحاول نزينهم، بس كيف ما كتعرفوا الوليدات الصغار ضروري خصهم يشوفوا الالوان باش تعجبهم الحاجه باش ياكلوها. هنايا خديت شويه الجليكوز وضفت ليه شويه ديال الناباج باش يتطلق، ودرت فيه واحد المعلقه ديال نكهه الفراوله. صافي وغادي نزين، غنزينو من الفوق بهادشي. هنايا عندي شويه الفيرميسال او شوكولا في اللون الوردي اللي كان عندي صوبت به واحد الحلوه، بقى عندي راه مطحون ماشي كنطحنشو. صافي غادي نزوقهم هكا من الفوق. وهنايا كيف ما كتلاحظوا معايا حصلت على هذا الشكل هذا، كيجيو زوينين بزاف الشكل والمذاق صراحه. كنصحكم تصاوبوهم لوليداتكم. هنايا عجبوني بزاف، وفي نفس النهار في نفس الوقيته بقى لي العصير ديال الحامض والعصير ديال الفريز، وجدت بيني نفس المقادير تماما وضعتها في هاد، غير في بلاصه ثلاثه البيضات درت جوج بيضات، درتها في هاد المول العادي ديال الكيكه. كيف ما كتلاحظوا معايا راهي طلعات بزاف، جات مشقه من الفوق، قلت علاش لا حتى حنا نذوقوا هذيك الكيكه ديال الفريز. صافي ما غاديش نخليها حتى هي بحال هكا، غادي نحاول نزيدها بداكشي اللي عندي في الدار. هنايا ناخد عصير ديال الفريز، شويه ديال الشكلاط الابيض، وهاد الدانون هذا هاد الصغير هذا كان عندي في الثلاجه، يعني غنحاول نستغلهم باش نزين بهم هاد الكيكه هذه. الطريقه سهله، غادي نذوب الشوكولاط فوق العافيه، كيف يذوب لينا غادي نضيف ليه داك دانون، ما نخليش يغلى بتاتا، غير يذوب، غير يذوب الشوكولاط نضيف ليه دانون ونحركو. صافي وغنكب عليه داك العصير ديال الفريز، نحركو مزيان حتى يندمجوا مع بعضياتهم، وغادي نخويهم فوق الكيكه من الفوق. كيف ما كتلاحظوا معايا جات على هذا الشكل هذا، جات حتى هي واحد المنظر زويون، والمذاق حتى هو زوين، كتحسوا بهذيك النكهه ديال الفريز وسط الكيكه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتشاركوها مع الاصدقاء والاحباب. كنشكركم على المتابعه، والى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله.